على شفا الكثير من الأزمات يترنح اليمن. عصر اليوم انطلقنا في جولة استطلاعية ابتدأناها من شارع جمال قلب العاصمة صنعاء لنجس نبض الشارع في ظل الأحداث الراهنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كلمني كيف أثرت عليك الأحداث الأخيرة؟ والله الأحداث يعني أثرت الوضع في البلاد، يعني خلاص يعني جالسين كذا، يعني الأوضاع مش تمام، إيجارات ندفع من داخل نصرف. والله اني تأثرت علينا بشكل فظيع، يعني لا خرجنا ولا دخلنا، يعني مش زي ولا الأمان ونحن نخرج ونشتري ونتصرف، حتى الإمكانيات قلت، ما عاد بش هذاك الحاجة الذي تشريها قليلة التواجد، أكثرتهم منزاحين في القرى، ما عاد مش موجودين في البلاد. خرجنا جولة، يعني بالنسبة للأحداث الآن اللي احنا فيها، احنا قد عشنا مراحل، يعني من أول ما خلقنا ما قد عشنا هذه المراحل، ولكن الحمد لله بنكابر وصبر، وإن شاء الله بعد الصبر يأتي اليسر بإذن الله. أنا بنفتجع شوية أحياناً لما يقعون القويات، والذي هندلة ما بنفتجعش. أيشين؟ المضادات ما بنفتجعش منهن، والدبابات، الصواريخ الذي بنفتجع منهن. على الرغم من أن أصوات الرصاص لا زالت تدوي من حين لآخر في هذه الطرقات، إلا أن هؤلاء يواصلون حياتهم كالمعتاد، كأنهم نسوا وكادوا من فرط يأسهم لا ينشغلون بكل أزمات البلاد. توارى نور الضئيل وغمرت الظلمة كل شيء في هذا البلد. أما هنا في شارع المطاعم العدنية في التحرير فثمة أناس يبحثون عن الحياة، دائما متواجدين بيام القصف، بعد القصف، وقت المطار، بغير المطار، مزدحمين على مدار الساعة، وبنتناقش دائما، وفي ناس له رأي وهذا له رأي، كل إنسان له رأيه، ونحترم كل إنسان، يعني إنما الوطن لازم يبقى على رؤوسنا تاج. رغم الآلام كما ذكرنا، إحنا بنعيش اللحظة، بنعيش الوقت. إضافة إلى هذا، الناس أصبحوا ما يهمهمش مثل هذه الجوانب، ما يهمهمش، خلاص هذا واقع، وإحنا لابد ما نعيشه، الواقع هذا لابد ما نعيشه. يعني جيب لك شوف نفس هذا الوقت. شكرا جزيلا. تفضل يا استاذ عمرو. شكرا جزيلا. من حق مدهش، انا ازرع الابتسامه مهما زرع. دائما اكيد اجي استمتع بحياتي حتى في عز الالم. اكلمك جد والله العظيم، رغم المواطير، رغم انعدام البترول ولا المشتقات النفطيه، رغم انعدام حتى الاخلاقيه بالمجتمع، الا احنا نعيش اجواء جميله جدا ونحاول نسعد بعض، والابتسامه في وجه اخيك صدقه. تطغى على روائح البارود روائح المأكولات الشهية هنا. صراع هؤلاء البسطاء من أجل حقهم في الحياة يعكس وجها مشرقا لليمن قد يدوم رغم الألم. لليوم من صنعاء، عمر الورفي.